مع الانتهاء من المرحلة الأولى من مشاريع المدارس في العراق ضمن الاتفاق العراقي الصيني، أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء انطلاق المرحلة الثانية للمشاريع التي تستهدف البنى التحتية والطاقة في عموم المحافظات بالتنسيق مع وزارة التخطيط التي حددت بتقرير تفصيلي واقع المشاريع التي يحتاجها العراق. المرحلة المقبلة ستشهد يعني هنالك مرحلة للإعمار والبناء، سيما بعد أن دخلت الاتفاقية الإطارية العراقية الصينية حيز التنفيذ بتوقيع عقود مشاريع تأهيل مطار الناصرية وأيضا إنشاء 1000 مدرسة. التوجه المستقبلي سيكون نحو جميع المحافظات ليشمل جميع القطاعات، هنالك قطاعات حيوية ومهمة في مجالات البنى التحتية والسكن ومحطات المجاري والمياه وكذلك المشاريع الطاقة. ومع حاجة العراق إلى تسريع عمليات البناء والإعمار، فقد تم الإعلان عن استثناء المحافظات المشمولة بتلك المشاريع من شروط إقرار الموازنة وصرف المبالغ التي تحتاجها المشاريع بشكل مباشر. استحصال موافقة مجلس الوزراء على استمرارية بعمل مشاريع الصندوق لغاية لخطة 22 إن شاء الله دون الانتظار الموازنة. طبعا هاي مو بس محافظة قار، شملت بها بعض المحافظات الأخرى اللي هي المحافظات كربلاء أعتقد والنجف وباقي المحافظات الغربية، من أجل الاستمرار في عمل المشاريع متابعتها. أيضا احنا مشروع او خطة 22 راح تستهدف قطاعات مهمة، وراح يصير تركيز على قطاعات ايضا اللي هي قطاع البلديات الماء والمجاري وبقية القطاعات الاخرى. ومع انتقال مشاريع الاتفاق العراقي الصيني من المدارس الى البنى التحتية والطاقة وغيرها، فان وزارة التخطيط قد اعدت تقريرا مفصلا بالمشاريع المتلكئة والمتوقفة والجديدة في بغداد وبقية المحافظات، فضلا عن قائمة متكاملة بالمشاريع التي تحتاجها بغداد وبقية المحافظات. عباس نعم، العراقية الإخبارية، بغداد.